خليك. سعداء بيك، وملف مهم جدا، لان خليني ابدا كده من الزاويه دي. احنا عندنا مفاهيم مغلوطه جدا عن كمال الاجسام، وفكره ان انا ازاي شكلي يبقى يعني صحي وشكلي يبقى فيه زي ما بتقال كمال فعلا، ولكن بقى ممكن يكون داخليا انا باكل اكل ان هيلثي، اللايف ستايل بتاعي مش كويس، حاجات تانية كتيره، يبقى المظهر حلو لكن الداخلي كارثه تانية. وده ناس كتيره جدا للاسف بتعاني منه. وبلس على ده كمان في ناس بتاخد او بتتبع اساليب مغلوطه، منها اللي هي مش الفيتامينز، اللي هي بتبقى المكملات اللي منها مضر ومنها بيسبب كمان مشاكل كتيره جدا صحيه، وما بيركزوش في ده ابدا، وكل اللي فارق معاهم بس الشكل الخارجي. النهارده بقى عايزينك تقول لنا ازاي اعمل شكل سليم تمام، وفكره اصلا كمال الاجسام بالنسبه للرجل والمراه، بس كمان ابني صح من الداخل. خلينا نبدا من هنا. طيب هو سؤال كبير اجابته عايزه حلقه انا عارفه، بس على قد ما تقدر يعني. طيب بصي، هو خلينا نتكلم ان اول حاجه ان لبدنك عليك حق. صح. فانا ربنا خلقني في احسن صوره واحسن تقويم، فانا واجب عليا ان انا احافظ على جسمي. طب ازاي احافظ على جسمي؟ اولا النيتريشن بتاعتي، الاكل هو سبب اصلا، يعني سبب كل المشاكل اللي بتحصل للجسم عن طريق الاكل. بيقول لك دايما انت الاكل اللي بتاكله، يعني انت بالظبط، يعني الان هيلثي بيبقى ان هيلثي. هو الفكره ان احنا الناس عندها مفهوم خاطئ جدا عن موضوع الاكل، لان الاكل هو اصلا هو العنصر الاساسي لبناء الجسم او لكمال الاجسام عامه. يعني انا عشان خاطر احافظ على شكل جسمي واحافظ على المستوى بتاعي وابعد عن اي مرض من الامراض المزمنه زي السكر والضغط وكل المشاكل اللي بتحصل من السمنه، هي فكره الاكل. هنتكلم عن الاكل باختصار، وهنتكلم عن الاكل بشكل يعني مجمل وسريع تمام، بحيث ان احنا نقدر نفهم ايه الاكل اللي ممكن ناكله علشان خاطر نحافظ على صحتنا. انا ما بتكلمش دلوقتي عن الرياضه، انا بتكلم على النيوتريشن احنا بنبني بتاعتي. لسه من الداخل، يبقى اول حاجه النيوتريشن او النيوتريشن بتاعتي. اوكي خلاص، هي الرياضه هي لايف ستايل، ملهاش سن معين وملهاش سن محدد خالص. يعني انا عندي من اول ما الطفل بيبلغ مثلا 3 او 4 سنين ممكن ان احنا نبدا نستارت ان الطفل يروح يلعب مثلا الرياضه اللي انا بفضلها او اللي انا بحفز الناس اللي انا بشوفهم للاولاد، الجمباز والسباحه للولاد والبنات. للولاد والبنات، ان هو لسه في مرحله النمو، فانا جسمي محتاج ان انا العب رياضه تخليني ان انا اواكب الحياه، ابقى انسان رياضي طالع بمستوى كويس محافظ على اللياقه بتاعتي، لان الرياضه هي اساس الحياه، هي اساس كل حاجه. يبقى انا عشان خاطر اخلي الطفل من صغره ينمو عنده فكره الرياضه، انا كده ببعده عن كل المشاكل اللي هي زي ممكن ان انا اتجه اتجاه خاطئ والجا لاتجاه مش بتاعي. بيبقى لايف ستايل، ان احنا لما بنروح الجيم حتى مش بنمارس رياضه، بنروح الجيم حتى على كبر ما بنعرفش نواظب. انا كده انا من الناس بالزبط. دي جدا يعني، فانا يعني ان انا تروح شهر اتنين وبعدين خلاص. بالظبط، فانا ان انا انمي في الطفل عندي ان انا هيحب الرياضه من صغره، هيفضل طول حياته وانا واثق ومطمن من ناحيته ان هو عمره ما يتجه لاتجاه خاطئ ويبعد عن اي مشكله او اي حاجه تسبب لي مشاكل للعيله وللاسره. يبقى انا اطلع حبيبه في الرياضه واخليه عنده حته التنميه الفكريه في ناحيه الرياضه، ان هو يحب الرياضه. والانسان لو حب الرياضه هيحب حياته، هيبقى عنده ثقه في نفسه، وهيبقى حياته كلها مبنيه بشكل اساسي وشكل سليم، ان هو محافظ على حياته، ان هو قادر ان هو يعني يبقى عنده ثقه في نفسه، يحب حب الرياضه ذات نفسه اصلا بيخليك ان انت انسان متفتح عقليا، بتحب شغلك، بتحب حياتك، بتحب كل حاجة، حتى المذاكرة وانت بتذاكر بيبقى عندك نفس، اللي انت عندك ثقة في نفسك من ناحية انت محافظ على نفسك.